السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلعب اليوم لعبة ديزني والله نسيت اسمها. أوكي. اسم اللعبة ديزني دريم لايت فالي، الحين موجودة فقط في الديمو وراح تصدر بتاريخ 6/9. طبعا تقييم اللعبة هو لإيفريون، صغير وكبير ممكن يلعبها، بس قلت أجربها الحين ديمو. راح تكون إصدار تقريبي بتاريخ 6/9. حددنا الشخصية. هذا ستايله حلو، شنب مع اللحية، يا سلام. هذا ايش فيها يا حليلة؟ مريضة، هذه مريضة، هذا ايش يسمى؟ نسيت اسمه. هم الشخص يكون فيه كذا ابيض ليلة انديان، شخصية جميلة. طيب هذه كنها، لا هذه لوكس كيوت. طيب شخصية، طيب بادي by selecting different body type you will start with... لا 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 أرجوك لا لا color. اللون اللي فيها الحين بعد جميل، اللون جميل. body type صارت أمتن من تحت. لا 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 شوي أمتن. لا انا افضل الناس شخصيه ضعيفه، احسن تكون كذا ضعيفه. خلاص العيون اي شادو. لا 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 نحدد العين، حواجب هذا احسن. مش هذا، ايوه عين الصجر. لا هذا، لا هذا كنا تريد تنام الفرحانة. هذا دايم جيرل. لا هذا طالع واقي حلو، بس وايد كبير، ما ممكن اصغر هذا اللي يسمى، ما ادري ايش اسمه. اوكي هذا، لا 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 ما اريد اغير ذاك اللون. اي شادو انا ما اريد هذا، اي شادو خليه كذا احسن، ولا شويه. اوكي طيب ايش نبقي؟ الحواجب اريد حواجب هاديه، شخصيه بصراحه شخصيه هذا شيء هادي. أنا أقول لك هذا أجمل، هذا أجمل. كريستيانو رونالدو سوي نويز ولا نويز إيش اسمها؟ طيب لا هذا طالع كثير، ممكن شيء طبيعي. خلاص خلي هذا، ما عندنا وقت. طيب لا أحب الناس، لا هذا أرجوك، لا خليه طبيعي. لا ما أريد لبستيك. نقرب، كيف يتغير لونه؟ لا أسود. أوكي أسود على أسود. طيب نخليه كذا، ولا هذا بعد شنو؟ هذا يعطي لمعان، لا بدون لمعان. خلاص طيب إيش متبقي؟ جو خلا فيس بينت، ممكن نرسم في الوجه. هذا اللي، لا شكرا ما اريد. هذا ممكن تسوي علامة، هذا علامة ميكي ماوس. وين راح ميكي ماوس؟ هذا ميكي ماوس صغير. لا ما يريد نفر. ليش بنت فيها لحية؟ ليش نسوي لحية بعد؟ ليش؟ اوكي ام ريدي ليتس جو. باقي التعديلات. تاتش اوف ماجيك، وش يعني تاتش اوف ماجيك؟ تشوز اد تو كرييت ا نيو كاستم ديزاين. لا ما اريد. هات ارجوك
أرجوك لا استاذ ميكي ماوس ذا اكسبلورر جير لا ما يريد انا ما ابي يريد هذا اوكي ماجيك جير يلو ريد شخصيه ساردار جي ها في حجاب ايه احلى ايش حالاتك وانت متحجبه ايش حالاتك بس شوفوا اللي تحت احسن تكون متحجبه ولا تكوني كذا ايش حالاتك تكوني متحجبه لا هذا اريد شيء طبيعي حجاب دبل حجابي نختار ازرق لا اسود احلى ولا هذا لا هذا هذا ايش هذا ايش من صمم هذا اريد شيء طبيعي نفس هذا اسود ولا ازرق احمر هذا احلى قد اسود ولا ازرق احمر لا الاسود احلى عشان ما يجذب انتباه اوكي باك زين جلاسز نظارات صارت كأنها معلمة نظارة أحلى مع نظارة لا أرجوك بدون نظارة بدون نظارة إيرنينج ليش نلبسها هي لابسة حجاب ما أدري البنات لبسوا فوق هذا ولا لا وين راح الحجاب ما أريد ما أريد خلوا حالكم إيرنينج إيرنينج ولا إيرنينج ما أدري إيش تسمونه وين راح الحجابي حجابي هذا بلاك هيد سكارف طيب نيكلايس لا ما يريد خلينا نقرب مرة ثانية راح الحجاب هذا ايش فيهم هذا ما يعرفوا ان عادي البنت تلبس حجاب مع حلق مع اكسسوارات ولا شلون خلوا حالكم ما اريد ما اريد اريد الحجاب الاسود وين راح الحجاب الاسود هذا خلاص ما اريد اوكي كوت ممكن شيء محتشم شيء محتشم هذا محتشم لا هذا لا لا هذا كنا لبس كنا في سيمفور لعبة سيمفور اوكي جاكيت نوب بلاك لا لا والله شخصية هذا بس ما اعرف اذا متناسق مع الثيمة ولا جاب اسود مع هذا اللون احس هذا احلى بس اسود مع اسود لا جينز اوكي بقي باك باك بيك باك رايح المدرسة لا ما يريد هذا شنو هذا عصا يمكن شنطة ميكي ماوس هذا ايش فيها الدور ايش فيها اريد اشوف ستوب ستوب ات ستوب ات هذه الشنطة لا كان هذا احلى لانها تبين اكثر احس ولا هذا اوكي خلصنا من هذا بيرسل وين راح الجاكيت ايش فيها هذه اللعبة ايش فيها ما ينفع تلبس ساعة في جاكيت والله عصبوني والله لا ما حلو هذا احلى هذا خلاص هذا وين راح الجاكيت والله ما ادري ايش فيهم يعني كل مره لازم ما ينفع تلبس حلق في الحجاب ما ينفع تلبس ساعه في الجاكيت بعد ما لعبت اللعبه وبدات تعصبني اللعبه اوكي هذا كان صح هو ذا اوكي ما اريد
لا ليش البس هذا؟ لا ما اريد ما اريد هذا. هذا كأنه ولا هذا اللي لابسينه الحين؟ هذا صارت رياضية كأنها واجد. لا نوب، هذا ليش من شرخ من هنا؟ عسكري؟ لا لا، عيب عيب. هذا أحلى ميكي ماوس ولا هذا؟ هذا ولا نكسر لون أسود أزرق أبيض أسود ولا هذا؟ لا لا لا، هذا أحلى. أوكي خلصنا من هذا. سكيرت؟ لا لا ما أريد هذا، عيب. شورت؟ لا 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 حرام. شوز؟ الجوت اللي عندها هي جميل، ليش أغيره؟ كذا أحلى، أحلى تكون رياضية. لا كلهم أشكالهم بايخة، أشكال بايخة. إيش ضغطت بعدنا؟ إيش ضغطت؟ كاستوم؟ آه هذا لبس جاهز مرة واحدة. لا ريلي أخاف أغير شيء. شنو نسميه؟ خلاص سميته بالخطأ بس عادي مو مشكلة، ما أعرف إيش سميته. select the desired format for your image. آه أوكي تصوير. أوكي ليش كذا عينها صارت؟ تو بينك. ايوه ايش حلاته؟ انت في المطبخ على اللبسة هذا خلاص. لا 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 غيرها غير. شنو نختار شنو نختار؟ اوكي ما عنديش مكانة خياطة. ساعة جميلة في المكتب، بيانو، هذه غرفة تستحق حد يصور فيها. خليك كذا. طيب الوضعية اوكي. ليش كذا صار الوجه؟ احس العيون خطأ. اوكي مو مشكلة. اوكي هلك ثيم. لا 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 خربناها كلها. شنو نختار شنو نختار؟ اوكي خلاص خلي هذا هذا خلاص. بعدين هايد يو اي موف كاميرا تشينج فورمات انترمرد. اوكي let's do hide. كيف نصور؟ اضغط اي كوار كود، سكان كوار كود تو سيف. اوكي خلينا نحاول نسوي سكان. وين هذه الكاميرا؟ مش شغال. شير يور فوتو يوزينج. اوكي سيف اونلي. طول هذه الفترة عشان نحفظ. اوكي الحين قرب سكان. يا سكان يا سكان. اه صار في التلفون تجي. اوكي يعني كل حد في يوتيوب ممكن يسوي سكان يظهر هذا؟ يلا جربوا خبروني يصير او لا. اوكي الاسم ما عجبني. اوكي الحين غير نسميه جان جاك. طيب
بعدين افيتار كود. ايش يعني افيتار كود؟ كوبي فلوين الفا بيبي كود. شو افيتار كود؟ فيرس كلودينج سيت. والله ما اعرف ايش هذا، واجد كلام ما اريد اقرا. خلاص كيف صورنا، خلاص ما اريد صوره ثانيه. بس there once was a dream world. بس ما في لعبة، ما في شيء، بس تصميم. حرام عليكم، كل التعب، كل هالتصميم الشخصية. اوكي نصور صورة قريبة بس. طيب نسوي هايد، نضغط R. اوكي بعدين سيف اونلي. بس نشوف يصير. ينحفظ، شفتها تنحفظ في ستيم الصور. اريد اجرب، اريد اعرف لما تسوي سكان بعدين بتلفونك وانت تشوف على اليوتيوب تصير او لا. خلاص اريد العب، ما في لعب، بس هذا اصدار تجريبي للعبة. بس لمعلوماتكم بي سي الترا هايت هذا كان سيتنج، ممكن تغير ريزولوشن. اللي انا العب فيه هو ال 4K حاليا. ساوند هذا موسيقى مزعجة، واجد مزعجة موسيقى، خلي كذا. ستريمينج، في ستريمينج فريندلي ميوزك اون بليز. ما اعرف ليش الموسيقى. ماوس ان جنرال معلومات، حرام ما يدعم باللغة العربية حتى. اغلب الالعاب ما تدعم اللغة العربية، اللي دائما افضل. خلاص خلصنا، هذا هو تصميم الشخصية. ما في شيء جديد، كنت اتمنى العب بس للاسف هذا هو اصدار تقريبي للعبة. طبعا هي هذه اللعبة راح تكون موجودة في 6/9، يعني بعد 3 ايام راح تصدر لعبة ديزني دريم لايت فالي. بننتظر لعبة، أتمنى تكون جميلة، في شخصيات، في فارمينج، بناء قرية. راح نشوفكم بعد 3 أيام ونجرب اللعبة مع بعض إن شاء الله. أحسنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.